هيا يا بنات، يلا بينا نعمل تقشير وتوريد للشفايف. حطيت شوية سكر وزيت زيتون ونقطة من ملون الطعام والميكس اللزوز بقى بتاعك كده، وقلب قلب 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 قلبي كويس جدا عشان اللون بصه جامد جدا. بعد كده اي حاجة سخنة، فوطة، منديل على شفايفك عشان نطر الجلد. وهنعمل تقشير في حركات دائرية لمدة 3 دقايق. تقشير الشفايف يا بنات ما يزيدش عن مرة في الاسبوع او مرتين بالكتير. شايفين الجمدان وبس والله. هيا بنات، روكا عايزة تعرف انها لو اشترت شعر تعرف ازاي اذا كان الشعر طبيعي ولا بلاستيك. تعالي هقولك ازاي. بالولاعة هتبدأي تولعي في الشعراية وتشمي الشعر الطبيعي، بيديك ريحة الشياط كده والشعر ما بيتجمعش وما بيلزقش في بعضه. الشعر البلاستيك بيديك ريحة البلاستيك وبتلاقي الشعر لزق في بعضه، وبكده هتعرفي تفرقي ما بين الاتنين وبس والله. اعملي فيديو بخيط اسود عشان الخطوات تكون واضحة. تعالوا هنعمل الفتلة مرة تانية طريقتها، وجايبالكو خيط اسود وغامق ونشرح مرة تانية للمرة المليون. ادي الخيط الاسود بين الصابع ده وبنلف عليه كده، بس ما تلفوش جامد عشان صابعكو ما يزرقش والدم يتحبس في الصابع. وبنسيب مسافة مثلا كده، وفي نفس الصابع التاني ده كده، وبنلف برضو تلاتة كده تمام. بنقطع ودي ايه الخيط. شفتي ايدينا التانية بنحط الاربع صوابع هنا، بنسيب صابع الكبير. بنلف 3 خطوات علينا، 1 2 3. بنمسك دي ونحرك كده بس. هيا بنات، البنات اللي سألوني لما بنركب ضوافر ازاي نشيلهم بطريقة سهلة قوي، تعالوا هقول لكم هنشيلهم ازاي. اولا الحركة اللي من قدام دي غلط جدا، بتضر الضافر من عن طريق الجنب. الجنب الضافر كده وبسننا وبنبدأ ضافر ضافر نحاول ان احنا نفكه. سهلة معاكي جدا، بتتشال بكل سهولة، هتحافظي على ضوافرك، مش محتاجة مية سخنة وبس والله. هيا بنات، تعالي اقولك ازاي تعرفي تحددي نوع بشرتك عشان تختاري المنتجات المناسبة ليها. اول ما هنصحى من النوم هنغسل وشنا كويس جدا وننتظر لمدة ساعة ما نستخدمش اي منتجات على وشنا. هتبصي في المراية وتبدأي تركزي مع بشرتك. لو حسيتي ان وشك فيه ملمس زيتي او دهني او فيه لمعة على الخد والجبهة والانف والدقن، يبقى بشرتك دهنية. انما بقى لو حسيتي ان بشرتك مشدودة قوي وفيها قشور كده وناشفة، تبقى بشرتك جافة. لو الدهون او اللمعة بس في الانف والجبهة والدقن، يبقى والباقي وشك عادي كده طبيعي، تبقى بشرتك مختلطة. لو حسيتي ان ملمس بشرتك طبيعي جدا، له دهني وله جاف وفي رطوبة وحلو، تبقى بشرتك عادية. طيب انا دلوقتي جيت اقصهم عشان تعمليهم نفس الشكل، معرفتيش. انا جبت معايا ضافر وجبت معايا اهو، وتعالي هوريكي نعملهم سوا. معانا القصافة وهنقص من هنا كده. بصي، هنقص حتة صغيرة كده تمام، مش عارفة انت شايفاها ولا لا، بزاوية كده. هنقص بزاوية تمام اهو. بصي ده شكله بعد ما تقص، يعني هيبقى سهل جدا ان انت تبرديه. بصي هيبقى سهل بقى معاكي جدا وهيطلع ويديكي الشكل البيضاوي. هيا بنات، البنات اللي عندها كفاف وتشقق في شفايفها، الفيديو ده جامد. ترطيب شفايف، ازالة جلد ميت، نعومة، لا وكمان بيجدد الدورة الدموية وبيخلي الشفايف نضرة كده وتحفة وبس والله. هيا بنات، لو بتفكري تعملي شعر جسمك بالشفرة، يبقى الفيديو ده ليكي. طبعا الشفرة بتزيل الشعر بدون ألم، سريعة وسهلة وفي ثواني، ما بيبقاش فيه أي نوع من أنواع الشعر في جسمك، بس انت بتتعاملي مع آلة حادة. يعني لو ما بتعرفيش تستخدميها، سهل جدا انك تنجرحي أو تعوري نفسك. ممكن تسببلك التهابات وتهيج الجلد. الشعر بيطلع بسرعة لأن احنا بنشيل الشعر من على سطح الجلد. الشعر بيطلع خشن لو ما اهتمتيش ورطبتي جسمك كويس قوي بعد الشفرة وقبل الشفرة.